الإجابة الآن أولى إن شاء الله. الأخت نرمين من القاهرة بتسأل عن السؤال بعد الممات، بعد القبض الروح مباشرة ولا بعد ما يروح القبر؟ هو اسمه سؤال القبر. آه. فعشان كده ولذلك السؤالين بيقولوا إن هو يعني الملكان منكر ونكير في القبر. في القبر. مسألة بقى في القبر إن هو هل لازم القبر بمعنى المكان المعد لذلك؟ واحد غريق ما طلعتش جثته، خلاص البحر بقى قبره لانه مش هيخرج ويعمل، يبقى اذا لم يخرج ويدفن خلاص البحر بقى قبره، يبقى ليس بمجرد قبض الروح ولسه بيتغسل، وانما ساعه ان يرتاح في قبره ياتي السؤال. نسال الله عز وجل ان يلقننا حجتنا جميعا.